انت ما تستحي، ما تخيل، ما تقدر، ما تحشم. زينك الحين حطيتني في الموقف البايخ، انت متى بتتغير؟ خبرني متى بتتغير. استهدى بالله يا مانع، خف على اخوك، تراكم خبلتوه به، بيحصلها من ابوك ولا منك انت. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. امي شو هالدلع كله؟ ياهل هو ياهل، يرضيك يعني اللي سواه فيه؟ امي هذه علاقات انا ابنيها سنين، ما يستوي ولدك يضيعها بلحظه طيش. هدي اعصابك يا مانع، خلاص اللي استوى استوى، هذا كله الحين ما راح يفيد، انت تقدر تطلع حل. اي حل؟ انا بشوف حل حق ابنو ولا حق منو؟ اشوف حل حق خالي ولا حق ابوي ولا حق مصارع الساموراي هذا؟ مانع بلاك بارك الله فيك، كلتني بكشوري، بلاك مشطط، خلاص عاد تاسفنا، قلنا لك اسفين، واللي تامر فيه بسويه. مش حق يوم سويت ويك ما تتخبرني؟ ها داير صايع مكان لمكان على راحتك صح؟ حتى مكالماتي ما ترد عليها عن ابوه. انا بدور على منوه؟ بدور عليك ولا بدور على ابوك ولا بدور على خالك؟ سامحنا يا مانع يا ابويا، ثجلنا عليك، ندري مشاكلنا كلها على راسك، بس مالنا ظهر غيرك. ولا تبانا نصير نسوم ويهنا حق الغريب؟ خلاص يا مانع، انت شل اخوك باكر الصبح وسيروا عند الريال وخليه يعتذر منه وخبره ليش سوى كذا. انت شو جالسه تقولين يا حرمه؟ انا من وين لي ويها جابه للريال؟ هذا اول ما عرفه كسر ويه، عيل لو داوم عنده خصم منه شو بيسوي؟ بيشتله؟ شو؟ يعني الوظيفه طارت عن اخوك؟ ما بيشتغل؟ ويعلّه ما اشتغل، خلي عصبيته الغبيه هذه تنفعه. والله لو ياهل كان عرف يتصرف احسن عنه. انت ما فكرت تاخذ تاكسي وتصير موعدك ولا لازم تاخذ ثارك اول باول؟ لكن مقيوله، من شابه اباه. شو بلا اباه؟ اباه شابه اباه، شو بلا اباه؟ قولوا شو بلا اباه؟ اخ اخي يا زمن، العيال ياسين يطاولوا عليك. شو قول؟ حق سكتوا؟ حق ساكتين؟ انت ساكت وهاي ساكت، حق ساكت انت ساكت، ايش هيك؟ قولوا لي. بلاك الله يهديك، داش علينا مشطط، تذكر الله، نحن من صباح الله خير ما نعرف وين ارضك وين سماك. انت ما لي شغل تكلمين عقب اللي سواه اخوش. ويدي وانا شي خصني؟ الله يهديك، انا ايش لي بينك وبين اخويا؟ انت إلش وإلش ماخذه نص البيزات، وانت شابه ابا؟ شو عندك ابا؟ قول. ها ما بلاك شيء يا ابوي، انت تاج راسنا. ابوي تعال إلش استريح وخبرنا شو سويت. انت شو سويت؟ انت شو سويت؟ كنت بتحل الموضوع يا متعلم، لا سويت شيء لا حقي ولا حق البضاعه. يا ابوي البضاعه مالك غرقانه وشبعانه ماي، انا والعمال في المزرعه من الصبح وما في شيء فيها يسوى. وخالك؟ انت وخالي تراكم اهل، ودم واحد يسري في عروقنا، ما يجوز نفرط في هذا كله ونوقف في المحاكم ومراكز الشرطه قدام بعض. يعني قصيت علي وخذيتني على قد عقلي عدل؟ لا يا ابوي محشوم. ابوي اسمعني، انا عندي استعداد اعوضك عن كل خسائرك وكاش، بس لم الموضوع. ايه طلاب، انا اسمع، انا باخذ حقي منك ومن خالك. يعني يزاته هالولد الحين تسويه بكذا؟ يزاته؟ انت انطبى يا حسن ولا ترى؟ هالوالد ولا شو؟ كله ولا الوالده؟ قول، تراك رغتني في الشارع ورفستني قدام الخلق، ما سويت لي اي اعتبار، قول يا ابوي وفقني. انا اقول لك انطبى ولا ترى واصل على طرف لساني؟ قول يا ابوي نفادي نفذها، قول وفقني. تراني بقولها. بخيلك لا تقولها.